مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه الريان، مساكم الله بالخير وحياكم الله في الحلقه الاولى من برنامج الميدان، هذا البرنامج المعروف المتخصص بسباقات الخيل والانشطه الفروسيه في دوله قطر وخارجها. اليوم اعزائي المشاهدين هي الحلقه الاولى بعد غياب استمر لاكثر من 5 شهور. رجعنا لكم بحله جديده وبسباقات جديده واخبار كثيره. بدايه قبل ان نخوض في تفاصيل هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، خلونا نرحب بضيوفي المتواجدين معي في الاستديو. بدايه اخوي جاسم الغزالي، ابو محمد الله يمسيك بالخير. مسيك بالنور اخوي ابو تميم، اخواني المتواجدين معنا ومشاهدي قناه الريان، وصراحه سعيدين بعوده البرنامج بعد 5 شهور انقطاع عن فتره الصيف، وان شاء الله نكون يعني ضيوف خفاف على باذن الله، وان شاء الله يكون موسم حافل ان شاء الله وموفق لجميع المشاركين. الله يوفق الجميع ان شاء الله. ايضا متواجد معي اعزائي المشاهدين اخوي عويضه بن سالم الهاجري. ابو ناصر الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور اخوي ابو تميم، مسي عليك، مسي على الاخوان الموجودين معي، مسي على المشاهدين ومتابعين قناه الريان. يا مرحبا بك يا ابو ناصر. متواجد معي ايضا اخوي المدرب ابراهيم بن سعيد المالكي. ابو سعيد الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير بتميم، ومسي على اخواني المتواجدين وعلى المشاهدين، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه مرضيه للجميع. نعم. ابو احمد الله يمسيك بالخير، اخوي احمد حمد بن احمد الجهني. يا مرحبا اخوي بتميم، امسي عليك على الربع الموجودين وعلى الساده المشاهدين. يا مرحبا بك. نعم اعزائي المشاهدين، مثل ما انتم عارفين اختتمت الاسبوع الماضي احد اكبر سباقات الخيل على مستوى العالم الا هو مهرجان قطر قوس النصر، وشفنا طبعا الكثير من الانتصارات القطرية في هذاك الأسبوع اللي هو الأسبوع الماضي، بداية من فريق مربط الشقب ريسينج وأبناء الدكتور فهد العطية، إضافة إلى الوسمية وحصول المهرة ليدي برنسس على كأس العالم للخيل العربية الأصيلة. انتصارات صراحة متتالية، وأيضا شفنا فريق الشقب ريسينج انتزع أحد ألقاب الجروب 1 في اليوم الأخير مع المهرة اللي هي بلس دي كروسيل اللي فازت في سباق أوبرا لونجين للمهرات، وانتصار كبير حققته. بداية بو محمد، يعني لو تكلمنا عن هذا المهرجان وأهميته في هذا اليوم. طبعا بو تميم، المهرجان هذا الكل بفارغ الصبر ينتظره كل سنة بحجم الإعلامي الكبير، نهاية موسم أوروبا الكبير، العالم أظن كل هالخيل تنتظر المهرجان هذا، أفضل خيل على مستوى العالم تشارك فيه، الكل يحضر موسمه كامل على أساس إنه يطلع الحصان يقدر يشارك المهرجان، يقدر يفرض بشوط، ياخذ له شوط من الأشواط هذه. الشيء الصراحة المفرح واللي واحد يفتخر فيه إن الأشواط الخيل العربية 4 أشواط كانت موجودة في المهرجان كامل، كلها صراحة يعني 10 على 10، خيل قطرية هي اللي فازت فيه، الله يبارك لهم. افتتحوها اللي هو شوط الافرس 3 سنوات في سان كلو، الفرس نور الموري شقب ريسنج، افتتاح قوي مركز اول ثاني، جاء عقبهم الجواد الغدير لمزرعه الوسميه، صراحه انتصار جدا رائع وكان طريقه جدا مشرفه صراحه، جاء عقبهم اللي هو شوط الافرس 4 سنوات سحاب لابناء الدكتور فهد بن عبد الله العطيه محمد بن فهد، اختتمها اخونا شعيل بن خليف الكواري مع الفرس الصراحه الاسطوريه ليدي برنسس في شوط كاس العالم. مش شيء بسيط اخوي مهند، 4 اشواط عربيه ياخذونها ملاك قطريين. يعني بو محمد، خلينا نشوف مع بعض اللي هو بطله العالم الفرس الاسطوريه ليدي برنسس، وهذا طبعا هذا سباقها. ومحمد كلمنا عن هذا الشوط. بكل صراحه اخوي مهند، يمكن من قبل السباق الكل كان مأكد ان الفرس هي المرشحه الاولى في السباق، بس لكن دائما السباقات مثل هذه في كثير مشككين بعد، قالوا انه ممكن انا اقول لك، انا اللي يفهم في الخيل ما يشكك. نعم. صراحه اللي يفهم في الخيل عدل ويعرف الخيل عدل ما يقدر يشكك في الشوط هذا. طبعا في خيل ابطال موجوده. نعم. في الشوط، وفي خيل كبيره موجوده، وكل له طموح وكل له حق انه يفوز في الشوط هذا، بس لكن كانت الامور واضحه من بدايه الموسم الاوروبي، الفرس في احسن حالاتها، يوم جات بدايتها في جودوود صراحه فازت بطريقه جدا خرافيه. المهرجان هذا جاي الفرس محاضره جاهزه، يعني يمكن الخطوره احنا كنا نقول من خيل قطريه نفسه. نعم. الجواد صراحه الاسطوره ابراز قدم اداء جدا مميز صراحه، وظهر بطريقه جدا مشرفه، انا اقول بيض الله وجهه بهالعمر هذا، بهالمشاكل اللي مر فيها الحصان يرد يجي مركز ثاني بالقوه هذه. التنافس كان بيكون تنافس قطري بكل صراحه. صحيح. يعني مع احترامي لكل اللي موجودين اللي في السباق، كان سوكو موجود، المزارع موجوده الكبيره والملاك الكبار العالميين موجودين، بس لكن ليدي برنسس كانت صراحه يعني من
قبل المرشحة الأولى كل الكلام كان من اللي يقدر يطيح في ليدي برنسس في السباق هذا. رجع الجواد يمكن هوغار بس بعد موسم طويل موسم كامل ما شارك ما ظهر بالصورة اللي كان متوقعين فيها. صراحة أنا أقول لك ليدي برنسس أسطورة حاليا في عالم سباقات الخيل العربية، ويعني أنا حتى لو هالفرس منافسة لي أرفع لها القبعة أن هالفرس قاعد تأدي بالطريقة هذه بسنوات اللي طولتها. الجواد إبراز صراحة طرع بصورة جدا مغايرة على الفترة اللي راحت. المفاجأة السباق هذا صراحة الجواد دي جفار لعبد الله بن فهد العطية اللي عمل مفاجأة كبيرة في السباق هذا مع هالخيل الكبيرة يجي مركز ثالث على أداء كبير صراحة أداء جدا ممتاز. مشرف صراحة ممتاز. فإحنا نقول الخيل القطرية صراحة شوفني ليدي برنسس إبراز يعني تنافس قوي الأول وثاني ثالث خيل قطرية حتى في السباق الكبير هذا الأول ليدي برنسس مالك قطري، الثاني اللي هو إبراز مالك قطري، الثالث دي جفار مالك قطري، شيء مشرف ابو تيميم. احنا يمكن انت معانا احنا دائما نقاشات كبيره تصير في دول مجلس التعاون عن الخيل العربيه وعن السباقات الخيل العربيه، بس يوم تجي السباقات الكبيره اظن يوقف الكلام صحيح. صراحه انا عندي سؤال ابو احمد، يعني ما دام احنا استعرضنا سباق كاس العالم وفازت فيه ليدي برنسس، انا اسمع دائما كلام يعني وراء الكواليس مع مر مسيره المهره هذه كل سباق تفوز اسمع والله الحصان كان جايها، والله ما ادري ايش، والله ما ادري ايش. طيب لين متى يعني هذه الفرس كل مالها قاعده تثبت ان وتقول ان انا اليوم افضل فرس في العالم؟ اول حاجه الله يطول في عمرك مبارك ليدي برنسس وطاقم ليدي برنسس من مالك ومن مدرب ومن فارس متمكن صراحه. ما اعتقد في وجهه نظري اذا كان عندك جواد فيه شك انه يكون يعني عليه يعني انظار او يكون عنده منافسه انك تركض بهذه الطريقه. نعم شفتها في السيده مقبوضه الفرس من بدايه السباق خلت الخيل تروح انتظرت، ابراز دخل ما لقى الطريق امسكت الفرس دخلت عقبها طلعت من برا. ما يعني ما انت تتكلم عن نوعيه جد فاخره جدا يعني قدرات. نعم الخيل اللي معاها حاولت منافسة حق مشروع، لكن ليد برنسس خارقة شفناها بجميع المضامير من كأس الجوهرة سيف سمو الأمير الأرك سيف قطر الذهبي جودوود ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني احنا نقول لك يعني في كل مكان الفرس تعطي أداء يعني خرافي صراحة. تذكرها في سيف سمو الأمير الفضي ما تفايزة كنتر لا جات بروحها السيد ما في أحد بيها يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اذكر ان الحصان اللي جاء الثاني اللي هو امبريو امبريو حق كم طول بينها وبين اذا ما خانتني الذاكره اعتقد 15 20 اعتقد 16 يعني مش ما يعني مبروحه كان سيميون كان جاي ها على ما في حتى الفرحه الانتصار ما كانت حمد ذيك الايام كان يقول الفرس خارقه وصغار الخيل صغيره الحين تبارك الله مع لا العالم يعني بس راحت مضامير العالم كلها. لا شوف من اول ظهور لها في مضمار فرنسا في سان كلو نعم وقف الكلام ما في واحد فرس صعب ترى فازت استمر بالعمر واستمر في السيف فازت يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كل شوط تدخلها الفرس الله يبارك فيها ويحفظها ان شاء الله على اهلها تعطيك أداء خرافي. من اللي موجود مش موجود أنا موجودة بخليك تستمتع. والغريبة أنا أعتقد أن يعني كلكم مدربين أتوقع أن هذه ما تقدر تسوي لها خطة لأنها تقعد ورا مو بتطلع قدام تطلع معها راسك ولا ألف يعني. خطة الرسمة قبل الشوط طب حقهم ألف خطة ها بس ما في فايدة البطل صحيح. دائما نقول اوقات تدري بعض السباقات يقول لك والله مدرب عنده عدد ما لخص العدد نعم. واحد عندك بطل انسى الكل نعم. ابو ناصر نجم نجوم سباقات الخيل عمره 3 سنوات ظهر بصوره استثنائيه خلى المربين يتوجهون على هذا الفحل اللي هو المرتجز الجواد الغدير المملوك للوسميه لابناء سعاده حمد بن علي العطيه لو تكلمنا عنه. صراحه اول شيء مبارك لهم على هذا المهر اللي صراحه قاعد ينتقل من سباق الى سباق يعني علامات التعجب اللي احنا نشوفها نوعية الخيل هذه يعني احنا دائما ننتظر نوعية الخيل السوبر الحصان اللي مميز نقول
مثل ما شفنا ليدي برنسس في أول ظهور لها، شلون قدرت تتغلب وشلون تقدر تفوز وتكمل انتصاراتها. أعتقد غدير قاعد يمشي بنفس المسار، غدير قاعد يفوز بطريقة صراحة نقول الطريقة الملكية، طريقة الحصان اللي عنده إمكانيات كبيرة راح نشوفها أيضا في السنوات أو الفئات السنية القادمة. بالنسبة لهذا المهر قدر يفوز بكل أريحية أبو تميم، دخل الشوط أو لو نعيد الشوط أو يشغلون الشوط وتشوف الحصان صراحة قاعد يركض، تحس أنه مستواه بعيد يعني، بعيد عن الخيل، ولكن طريقة ركضة اللي هو يركضها من النوعية اللي ممكن يعني يتأثر عليه أنت كمدرب لو أنك أنت منافس له، مو بنفس ليدي برنسس. أنت ليدي برنسس رحت شوط سريع ولا شوط بطيء ولا الوعد عند الفنش، أي لأن هي نوعيتها النوعية اللي تتفنش. لكن غدير من القوة اللي فيه الله يبارك فيه، يذكرني صراحة ناس أبوه مرتجز يعني، يذكرني بخطوة أبوه، بحذفة أبوه صراحة. حصان عنده إمكانيات كبيرة، حصان أنا أشوفه يمكن هو الأبرز الموجود، والنوعية النادرة اللي ممكن تطلع تشوفها بعد كل 4-5 سنوات تطلع لك نفس النوعية. حصان مميز ومهر مميز، نبارك لهم إن شاء الله على الفوز ونقول لهم إن شاء الله من فوز إلى فوز إن شاء الله. نعم أبو سعيد، يعني من الصفقات الجميلة اللي نفذوها الشقب ريسينج في هذا الصيف اقتنائهم للمهرة هذه نور الموري، وأعتقد أن المهرة كان الانتقاء صحيح بحكم أنها هي فازت في شوط المهرات. طبعا الشوط كان حق 3 سنوات أعتقد، أول ثاني جاءوا في الشوط هذه، وركوب مميز من فالح صراحة بغنيم، ودم جديد حق الشقب ريسينج بنت أزدي. فأعتقد أن الفرس يعني فرس فاخرة وأدت أداء جيد وكانت في منافسة قوية، بس من رفيجتها في الشوط. نعم مبارك لهم طبعا في الفوز هذا الجيد صراحة والممتع صراحة. شلون شفت فالح السنة هذه؟ تبارك الله فالح من خلص الموسم عسكر في فرنسا، ولاحظت السنة هذه أن صار حتى الفرنسيين التفتوا على هذا الفارس بناء على المستوى، شلون شفت مستواه؟ صراحة الفالح دائما مستوى متميز إن كان في مضمار قطر ولا كان مضمار فرنسا، شفناه في سباقات فرنسا السنة بكثرة صراحة، والخيال فالح من الخيال المجتهدين في على نفسهم أول شيء، وبعدين حاب أنه يقدم نفسه على مستوى كبير، فهل على الأساس أنه منضم للشقب ريسينج، والشقب ريسينج ما يقصرون يدعمونه في المحافل الكبيرة، واعتقد انه يستاهل انه يندعم. هو اثبت نفسه يعني ما اعتقد انه محتاج دعم، هو اوريدي مثبت نفسه بناء على انه اطاح بفرنسيين. يعني قبل كان يقول لا فالح قاعد يفوز في قطر، بس رجل لا هو احنا دائما نتكلم، يعني يمكن ما في التلفزيون من وراء الكواليس دائما نتكلم ان فالح ما يعني الجوكي المحترفين ما يعني ما بحسن منه، ما يقل عنهم يعني، الرجال يقدم اعلى مستوى في الدوحه، وحتى يوم راح فرنسا يقدم اعلى مستوى وقدر. وانا اعتقد ان الفرس اللي عنده كانت مرشح ثاني، ما كانت مرشح اول، وهو فاز على المرشح الاول اللي معه زميله، فالرجال يعني مجتهد جدا وقاعد يقدم اداء جيد على مستوى العالم. يعني احنا ما نتكلم عن محلي، احنا قاعدين نتكلم على مستوى عالمي، فالرجال لما يفوز على مستوى عالمي في المضامير الكبيرة طبعا ممكن تقول هنا في الدوحة متعلم على مضمار ريان، ممكن يعرف المضمار كذا كذا، يعطونه مثلا أحسن الخيل، هناك لا، هناك مضمار مختلف، سياسة مختلفة، مدرب مختلف، خيل مختلفة، فقاعد يقدم مستوى عالي ويتأقلم بسرعة على المستوى الأوروبي هو قاعد الولد، ف رجال خيار من درجة أولى صراحة، يستاهل، الله يبارك فيه إن شاء الله. أيضا أعزائي المشاهدين، من بين السباقات الكبرى والتي خطفها أحد الملاك القطريين الكبار مع المهرة، سحاب هذه المهرة من إنتاجه ومن ملكيته أخونا محمد بن فهد العطية. أبو محمد، يعني أداء جبار قدمت لنا سحاب، يعني مسافة 2000 متر وقدرت تفوز في اليد تبارك الله ما شاء الله، غير كذا ان هي يعني رجحت مقوله ان عيال البحر ما يسوون مسافه، لكن ما شاء الله هذه 2000 وعملتها يعني. هذه اكبر رد. نعم. يعني اظن احنا متواجدين. نعم. في جروب وتشوف النقاشات اللي قاعد تصير. الفرس الله يبارك لابناء الدكتور فهد
وبالذات محمد بن فهد مجتهدين صراحة مهند، يعني يمكن كل يعرفهم عدل وأنا قريب منهم، جدا مجتهدين في الإنتاج، في المشتريات، في حرصهم على نوعية السلالات الطيبة اللي هي ينتجوا منها، عندهم عدد من الخيل طيب صراحة، الأمهات الجيدات اللي قاعد ينتجوا منهم إنتاج طيب، هذه ثمارة إنتاجهم. الفرس هذه من يوم طلعت وهي مميزة صراحة، يمكن كانت عندها شوية مشكلة إنها كانت فرس حار، ما صعب المراس يعني في التمرين في السباق، عندها طباع شوية صعبة كانت، كبرت السنة جات الدوحة عندنا العام وركضها بطريقة جدا مميزة صراحة، برزت طريقة، رجعت مرة ثانية ارتاحت، فوزتها صراحة راهية الفرس، يعني فازت فوزة كلنا صراحة يعني نظرناها نظرة أنها يعني كنا تركض بروحها بعد معها، ممسوكة لفت سيدة الخيال، ما يعني ما طلب منها واجد ولا ضربها، فهذا الانتاج يعني صراحة يخليك تشجع أنك السنوات اللي قاعدين ينتجون الشباب، قبل سنتين فازوا في سيف الشعب اللي هو سيف الفضي، يعني ثمار انتاجهم قاعد يظهر. نعم. نوعية الخيل اللي قاعد يمتلكونها نوعية فاخرة. أخوي مهند شوف احنا بكل صراحة يعني عندنا مجموعة من الملاك الإكتريين، الواحد يفتخر ان مجتهدين افضل خيل على مستوى العالم العربية قاعد يشترونها، يجيبونها، يشاركون افضل مشاركات خارجية، هذا كله دعم كبير صراحة لسباقات الخيل العربية عندنا، ودعم لسمعة الخيل الإكترية صراحة. يعني احنا الله يجزيهم خير المزارع مكفين وموفين وبيض على وجههم في السنوات اللي راحت، وحاليا موجودين يعني مقارن الشحانية شقب مزارع كبيرة ولهم إنجازات كبيرة، بس يوم يطلعون لك مجموعة من الأهالي الملاك القطريين يحققون هالإنجازات الخارجية والداخلية، هني تتعرف إن لا قاعدة كبيرة من الناس مهتمة في الخيل العربية وفي الإنتاج وفي المشتريات صراحة هذا شيء حلو يستاهلون. أيضا مشاهدين الأعزاء، من بين أكبر وأهم الأشواط في أمسية سباق الآرك كان هو الشوط السادس، هذا الشوط المخصص للمهرات والأفراس، سباق أوبرا لونجين وقدرت تفوز فيه المهرة اللي هي بالاس دي كروسيل مملوكة لفريق الشق بريسنج. خلونا نشوف معاكم هذا الشوط اللي هو يعني بوسعيد لو تكلمنا عن هذا، كان هو الشوط الخامس بعد الارك على طول صحيح فازت فيه المهرة بالاس دي كروسيل. صراحة الفرس أدت يعني المسافة بطريقة عجيبة وبعدين أدت أداء الأمور كلها كانت على نشوة خبر؟ نعم. إيه. هي نشوة كانت يعني هي المرشحة الأولى كانت صحيح. في الشوط وجايبة من انتصار أظني جروب 1 في بريطانيا. نعم. بنت فرانكل اللي هي بالشعار الأخضر اللي من برا الحين بتأخذ زمام السباق والمبادرة في الصدارة. الأرضية كان صراحة سوفت كثير، احنا كنا نتكلم كنا نحلل على الشوط هذا على أساس أن الأرضية سوفت و لما تطلع بهذا البيس السريع يمكن ما تفنش. فالشوط كان قوي جدا صراحة، خصوصا مع نشوة الصعب أنها وهي فرس بنت فرانكل تقدر تسوي المسافة بقدرات كبيرة صراحة، شفنا على سباق قبل هذا السباق اللي فيه في بريطانيا أدت أداء جيد، ودائما الفرس تركض هاندي يعني تركض من الثلاث الأوائل تقريبا، لكن فرس الشقب صراحة أدت أداء جيد، انقضت في آخر الأمتار عليها في يمكن آخر 10 أمتار انقضت عليها وخذت الفوز من نشوة. فرس إن شاء الله ما شاء الله يعني فوز جروب 1 في حفل كبير شكل يعني لحد الحين بو سعيد مش مبينه، ها هي مبينه في منتصف في وسط الخيل بزلونة يعني خشها بين الخيل. اي نعم خشها بين الخيل قاعدة وراء تنتظر الفرس، فرس عنده تيرن وفوت قوي في آخر الأمتار، فمخيل برشلونة عارف ظهر أن حق الفرس يعرف شلون يركبها وقيادته حكيمة عليها، والبيس كان بطيء وتشوف الأرضية أرضية very soft يعني very soft الأرضية. الحين بدأت بدأت تطلع الفرس من برا على الحين وسط الخيل لحد الآن تشوفها في وسط الخيل يعاز عليها قوي. يمكن ما حصلت له طريق، ما تفوز شوف شلون يعني. يعني ما في نص السيء تقريبا ما حصلت له طريق مضبوط يعني حتى لفت يمكن تكون على حصان من درع عشان تحصل لها طريق، بس عنده تيرن فوت قوي الفرس فنش قوي. كل توقع ان نشوة فازت اي يعني كل حتى لاحظ الخيال ما ايس ابدا صراحه لا ما فصل يعني يعني صراحه يمكن انا اقول لك لو خيال ثاني يمكن ما عنده الحس انه يمكن ياخذ الشوط
ولكن اعتقد انه فارس موهوب واندري فابر بو سعيد يعني اندري فابر من احسن المدربين في فرنسا، يعني من اكبر المدربين في فرنسا، كل يشهد له في الموضوع هذا. بعدين انت لما تركب عن مدرب كبير وخيال متميز صراحه ما يقدر يأس، ما دام الفرس عندك قاعد تعطي ما يوقف الخيال، خصوصا في على المستوى الكبير هذا جروب 1 قاعد يركض انا ما أعيس يعني، فيحاول لاخر الامتار. وشفته كل ما يعطيه الفرس كل ما يتجاوب معاه يتجاوب مع الفرس. صحيح. فالحمد لله رب العالمين، مبارك حق الشقب ريسنج على الانتصار الكبير، جروب 1 صراحه يستاهلون. يستاهلون. كانت هذه هي اعزائي المشاهدين اهم وابرز النتائج التي تحققت في الاسبوع الماضي ضمن مهرجان قطر قوس النصر. نروح الفاصل ونرجع لكم. نعم مشاهدينا الأعزاء، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل لنستكمل حديثنا عن سباقات الخيل اللي شفناها في الأسبوع الماضي، وأيضا ودنا نتكلم عن الأحداث الكبرى التي جرت في الموسم الماضي، موسم سباقات 21-22. شفنا معاكم 55 حفل سباق، ولكن مهرة واحدة تربعت على عرش هذه السباقات وواصلت مسيرتها واستحقت لقب أفضل فرس في العالم هي ليدي برنسس. خلونا أعزائي المشاهدين نشوف معاكم هذا التقرير. كان نادي السباقات والفروسية في قطر لموسم 2021-2022 موسم ناري جدا، قدمت فيه الجياد القطرية على مدار 55 يوم أفضل ما لديها. وكانت من أبرز الفرس المشاركة لهذا الموسم ليدي برنسس للمالك السيد خليفة بن شايل الكوالي. عبد قادم عبد وليدي ليدي برنسس إلى سيف الأمير، حيث حققت إنجازات كثيرة لهذا الموسم، ومن أبرزها السيف الغالي، سيف حضرة السمو أمير البلاد المفدى للخيل العربية الأصيلة. وأيضاً مثلت البلاد أفضل تمثيل، حيث حصلت على المركز الأول في سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمضمار نادي أبو ظبي للفروسية للخيول العربية الأصيلة. وأنهت الموسم بفوزها قبل أيام في فرنسا شوط كأس قطر العالمي للخيل العربية الأصيلة من الفئة الأولى، لتبرهن على أنها الأفضل في الخيل العربية الأصيلة من الفئة الأولى. وسوف يكون موسم 2022-2023 نسخة استثنائية مرتبطة لاستضافة قطر كأس العالم، وسوف نرى أفضل السباقات لهذا الموسم. نعم مشاهدينا الأعزاء، شفنا معكم هذا التقرير عن سباقات الموسم الماضي وعن انتصارات ليدي برنسس التي حققتها في هذا الموسم. وينضم معنا عبر الهاتف المالك لهذه المهرة ليدي برنسس السيد خليفة بن شعيل الكواري. أبو شعيل الله يمسك بالخير. الله يمسك بالنور والسرور يا أخوي أبو جاسم. يا مرحبا بك أبو شعيل، تكلمنا عن هذا. أول شيء نبارك لك على هذا الانتصار الكبير اللي تحقق في الأسبوع الماضي بانتزاع المهرة كأس العالم للخيل العربية الأصيلة. كلمنا عن شعورك في هذا في هذه اللحظة، وكلمني عن هذه المهرة المميزة تبارك الله. الله يبارك في عمرك. أول شيء أبو جاسم هذا طبعا قطر جميل، وأحب أهديكم هذا الفوز.
وهذه نصر ريان هذا الفوز. والله مالك الحمد مثل ما تشوفون ليدي فرنسس قدرت تطلع بها أفضل صورة في نسخة الأرك السنة بعد فترتها العام بعد موجاتها في المركز الثاني. الله مالك الحمد قدرت ليدي فرنسس اليوم تثبت مرة ثانية أنها هي الأفضل تقريبا في هذه الأيام في خيل العربية وعلى مستوى العالم. نعم ابو شعيل، يعني انا انت كنت متواجد في الارك، كانت قبل السباق في بعض المخاوف بحكم الارضيه والامطار اللي جات، بالنسبه لليدي برنسس كنت واثق انها ان شاء الله ما راح تخيب الظن، ولا كان في عندك نوع من التوتر؟ طبعا اللي كان موجود في السباق يدري اللي كنت اقول حق الجميع ان هذه الارضيه علينا وعلى غيرنا، واذا هي ضدنا وغيرنا كلنا، لكن طبعا هذا الشيء يعرفون الخيل العربية غالبا ما تركض على الأرضية القاسية اللي هي الهارد جراوند، بس بعض المرات المستوى يفرق مع بعض الخيل، مثل ما شفنا الحصان براز ما شاء الله كان فارق وفي هذا السباق، والأرضية ما زبتها وليدي بعد، طبعا هي مش الأرضية المفضلة بالنسبة لها، لكن بحكم مستوى تقدر تركض على أي أرضية، لكن كنت شبه واثق اني اقدر افوز بالشوط، والحمد لله الله ما خير ظني والله ما لك الحمد. نعم، ايضا عندي سؤال اخوي خليفه بالنسبه لمستقبل هذه المهره، المهره هذه اعتقد الان ما عندها شيء تبرهن عليه، هي اوريدي على عرش الخيل العربيه الاصيله، ولكن ما هي المحطه القادمه لهذه المهره؟ طبعا مثل ما الكل يعرف ان حل ما يبالك يملك افضل الجهات العربيه هو الفرب الكرام القطري اللي هو اول محطه اللي هي الجودوود، وبعدها الارك اللي عقبها سيف صاح سمو الامير براد قطار، طبعا الفرس فازت كل ثلاث محطات لكن مش بالترتيب، فالمطلوب منا ان الفرس فوز بالترتيب اللي هي البدايه جودوود وبعدها الارك واللي عقبها الاخيره اللي هي قطر، وإن شاء الله أن الفرس لي بتكون قدها، وإن شاء الله نبتنوم إسنا إن شاء الله في قطار. نعم، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ومبروك مليون ألف ألف مليون مبروك على هذا الانتصار ومنها للأعلى يا أبو شعيل، تستاهل. الله يجزاك خير والله يبارك في عمرك ونهديك ونهدي جميع المشاهدين ونهدي معك الاستديو بالفوز، وهذا فوزكم، فوز أهل قطر جميع، فوز أهل الخيل العربية ومحبين شعارنا، الله يجزاكم خير. الله يوفقك إن شاء الله، وشكرا جزيلا لك على تواجدك معي عبر الهاتف، شكرا لك. نعم بو ناصر، الآن يعني نرجع لما مضى للسباقات للموسم الماضي، أنت أحد المدربين اللي شاركوا الموسم الماضي، حققت انتصارات وعندك كبوات، تكلمنا عن المستوى اللي قدمته العام الماضي وما تطمح له لهذا الموسم. صراحة يمكن الموسم الماضي يمكن موسم بالنسبة لي جيد صراحة، على نوعية الخيل اللي أنا أدربها أعتقد أن النتائج كانت مرضيتني صراحة، ورضا تام لله الحمد، فضل من الله سبحانه وتعالى أني قدرت أني يعني أحقق انتصار تلو انتصار، قدرت أختم موسمي بكاس لله الحمد، أعتقد بالنسبة لي عندي رضا تام عن ما قدمته الموسم الماضي، أكيد الموسم هذا احنا نطمح أن نقدم أفضل موسم اللي طاف، مجتهدين، جددنا خيل، عدلنا نوعية الخيل، الاجتهاد هو الاجتهاد والعمل هو العمل، ولكن التوفيق عند الله سبحانه وتعالى ونسأل من الله التوفيق. الله يوفقك إن شاء الله يا أبو ناصر. أبو محمد، أفضل انتصار حققته الموسم الماضي؟ اللهم لك الحمد، أظن دربي قطر هو أفضل انتصار كان بالنسبة لي مع الجواد صقر، هذا يعني أحلى انتصار كان بالنسبة لي، وفي نفس الوقت اللي هو فوزي في مهرجان سيد سمو الأمير اليوم الرئيسي شلفة سيد سمو الأمير مع مزرعة الوسمية، وفي نفس الوقت اللي هو الجواد نيونانس في مهرجان سمو الأمير في اليوم الرئيسي شوط ثلاث سنوات، أظن هذه أفضل إنجازات يعني بالنسبة لي أشواط رئيسية. طبعا اللهم لك الحمد موسم كان جدا رائع بالنسبة لي، والنتائج أظن فضل من الله توفقت فيها، بس هذه الأشواط الثلاثة صراحة كانت الأحلى. في خيل جديدة جاية السنة هذه؟ أكيد إن شاء الله. مزادات شغالة؟ بعد أسبوعين مزاد إن شاء الله وبصير طحن هناك. الله يوفقك إن شاء الله. أبو سعيد، أيضا أنت من المدربين صراحة اللي يعني
المعايا خلوا عقب عاد ليش ما تمرن فهمها يبي تنافسه في المزاد لا لا لا, لا ما انا مع بعض وروح هناك شوف ترى هو عنده كتاب انت اذا طقت عليه الكتاب بتلاقي فيه احمر وازرق واخضر مهم نجمه ونجمتين الاخضر مال الخفافي عنده ترى هو يعني انطر شو واحد يبوقه بس بالسياره بتعينه اما اللي جنبك هذا صعب هذا ما يستخدم الا ايباد ايباد وباسورد ويفتح الكتاب من طار شو فايروس خلصنا عن ذلك زين مسعيد تكلمنا عن انتصاراتك او عن عن الخيل اللي انت صراحه يعني سعدتك الموسم الماضي الحمد لله رب العالمين كان يعني كان موسم جيد بالنسبه لي انا في انتصارات صراحه حلوه قدمتها واستانست منها صراحه المستوى كان المطلوب السنه اللي طافت دائما المدرب يطمح حق الاحسن ودائما يطمح حق الخيل الاجود واحنا شغالين يعني كل سنه نشتغل على ان نجيب جوده اعلى وعلى اساس ان نحقق انتصارات اكبر. نعم بس ما ذكرتي ولا اسم ترى انت الحين. ما بلازم اذكر لك اسم كل الخيل ما شاء الله زين ان شاء الله. ما في يعني في لازم في حصان اثر فيك يعني سعد المفروض ان اي واحد تابع بس 20 دقيقه بس من الموسم 20 دقيقه بس بيعرف ذا نايت هو بط هو النجم هو ما يبغى يقول لا هو ما يبغى يقول بس انا بقول اهم حصاني ما اقدر يعني امدح فيه وايد حصان ما شاء الله تبارك الله نفس الحصان كان ما شاء الله نعم يستاهل ابو احمد انت ايضا من الظواهر المميزه اللي ظهرت الموسم الماضي وكان اعتقد انه هو موسم استثنائي لك ونتطلع ان نشوف نفس الموسم يمكن افضل منه الحمد لله رب العالمين أعتقد مثل ما قلت موسم استثنائي يعني جميع المقاييس العام الماضي بالنسبة لي يعني وجودي في يعني في أغلب الأشواط أنافس المدربين الكبار يعني هذا بحد ذاته يعني يعتبر بالنسبة لي إنجاز جاسم إبراهيم هادي الرمزاني راشد الجهنع وأيضا الهاجري ألبان جوليان هذول اسماء كنت يعني انا اشوفهم صراحه في من يعني دائما ما اشوفهم دائما في الصفوف الاماميه الحمد لله رب العالمين العام قدرت احصل على انتصارات مو يعني تعتبر جيده لكن في اسماء قدرت يعني اقدر اتغلب عليها ولله الحمد العدد اللي جاني العام صراحه كان غير عن كل الاعداد عن الموسم اللي قبل يعني قدرت شوي اني انافس يعني من بدايه الموسم لنهايه الموسم اتمنى انها تكون على كلامك انها ما تكون ظاهره مثل ما تفضلت ان شاء الله انها تكون استمراريه ونقدر نطلع بمستوى ان شاء الله افضل من الموسم اللي طاف وان شاء الله ان احنا يعني نستمر على المستوى اللي موجود حاليا الله يوفقك يا ابو احمد وتستاهل كل خير الله يوفقك ابو محمد يعني الموسم خلاص بكره بيبدا اول اشواط دائما انا احب يعني قبل كل موسم احب اعرف الخيل الجديده اللي جايه المشتريات الجديده عشان نحطها تحت الرادار ونتابعها ونتابع مسيرتها طول الموسم بالنسبه للصيف هذا ما يعني ايش نوعيه الجاد اللي اقتنيتها ومستواها طبعا الموسم هذا يمكن اقل موسم جبنا خيل فيها لغايه الحين شو السبب سبب المزادات ما كانت فيها وفره نوعيه الخيل اللي احنا نبغيها يمكن اظن البرنامج كان له دور انه ما اعتمد هذا اهم شيء يعني يمكن انت سبقتنا في الكلام كان البرنامج له دور كبير البرنامج تاخر كثير صراحه للاسف ان احنا كنا ننتظر البرنامج من اداره النادي يعطونا اياه في فتره نهاية الموسم اللي راح أساس إن نقدر نعرف شو اللي محتاجينه وش النقص اللي عندنا ونمشي على ضوء البرنامج أنت يوم تروح تشتري خيل مهند ما يصير تشتري عبث لازم تعرف برنامجك شنو وش السباقات اللي موجودة عندك على ضوءها تشتري خيل حق الملاك أساس إنك تحقق نتائج تأخر كثير البرنامج وصلنا المزاد وبرنامج ما كان نازل يمكن مزاد شهر 7 عدد قليل من الخيل اللي قدرنا نجيبها الخيل كثير انسحابات صارت لأن نظام المزادات تغيرت صار مزاد شهر 8 هاي ما كان موجود الحين قاموا يأخرون حق شهر 8 أكثر الخيل صارت تنتظر شهر 10 اللي هو بعد أسبوعين أظن شهر 10 هو أكبر مزاد في أوروبا والكل ينتظره وأظن يمكن بدل شهر 7 صار يعني نعم يعني نعم بس العيب في شهر 10 أن الخيل يجي متأخر يعني أنت تروح في نهاية 10 الخيل توصل في
نهايه 11 والله اعلم السنه شلون بيكون وضع يتأقلم مع كاس العالم الخيل يجي متاخره بس لكن الحمد لله يعني حق بدايه الموسم جبت مجموعه من الخيل تقريبا فوق اللي يمكن يعني اكثر من 10 روس اجداد جبتهم عندي موجودين حاليا وجاهزين ان شاء الله هذه حق اول موسم ان شاء الله ورايحين المزاد الجاي ونحاول نقتني شيء يعني من الخيل اللي تنفع السباق نعم. يعني ابو محمد ذكر نقطه مهمه اللي هي دائما الناس تركز على مزاد شهر 7 ولكن شاهدنا في الاونه الاخيره ان المدربين في بريطانيا بالذات يسحبون خيلهم ممكن عشان ابو محمد يعني الخيل قدها للحين ما انضجت ما عطت افضل ما لديه فيصبرون عليها لين شهر 10 ولا شو السبب؟ شوف المدربين البريطانيين اللي او الايرلنديين او اي مدرب في العالم ما يستغني عن حصانه لحد ما ياخذ الموسم منه ما دام الحصان يعطي مؤشرات ان الحصان بيعطي نتائج زينه في الموسم فيخلي دائما يبنى او يسحبه ما ينزل يعني ممكن يسوي له انتريز مجرد الحصان يقدم مستوى زين اسحبه من المزاد وهذا حق مشروع حق المدرب ولا كان حق المالك اسمه دي فبس يعني خيبة الأمل إن إحنا نروح هناك على أساس أن خيل معينة نبيها ما نحصلها فتضطر أن ترجع يا بيد خالية أو تأخذ لك الحصان تمشي تراضي نفسك تراضي نفسك عشان ترايح هذه الاستراتيجية أصلا فالخيل دائما يعني إحنا نتكلم هاي الكلام على شهر 7 شهر 10 المشكلة أن تروح أنت حق خيل مهلوكة طول الموسم بغض النظر ان الخيل توصل الحين متاخره عندك اول شيء الخيل مهلوكه طول الموسم بعدين تجي متاخره الخيل عندك فانت تأقلمها لما تتاقلم الخيل لما تمشي على روتينك اللي انت تحطه لها تاخذ لها وقت صحيح فالوقت جدا متاخر شهر 10 يعني واحنا يعني صار فيه كلام حتى من مع تاتر سيد هناك ذيك على اساس انه يقنعون الملاك او المدربين ينزلون خامات زينه في الشهر 7 او في الاشهر على اساس انه حتى تجيب لهم اسعار احسن فاحنا لما نروح نشتري احنا شكل ما نشوف الخيل لما يكون في حصان واحد ولا حصانين زينين العالم كلها تتضارب عليه صحيح فينشر الحصان باكثر من سعره يمكن زين ومع ذلك بعد ينخذ الحصان لكن قلة الكواليتي أو قلة الخامات الزينة في شهر 7 قليلة جدا نعم من بين الاستراتيجيات بناصر اللي شفتها أن في يعني ملاك قطريين كثير في الآونة الأخيرة قاموا يجيبون أعمار سنتين وتقيض في الدوحة موسم شلون شفت هالاستراتيجية؟ صراحة مو بأنه مو بموضوع أنها تقيض وبس أنت تتكلم عن البرنامج احنا مثل ما قال الأخوان البرنامج تأخر العام الماضي البرنامج كان صراحة ثري في عمر السنتين الكل كان يبحث عن عمر السنتين لانها راح تقلب العمر الثلاث وتكون تاقلمت نوعا ما تمشي معاك والجائزه اللي كانت مخصصه ممتازه صراحه انك انت تقدر تروح تشتري حق واحد من الملاك حصان ممكن يكمل معاه موسم بشكل صحيح ممكن يستفيد حتى من الجوائز اللي ممكن يحصل يرجع جزء من سعره. الموسم هذا تاخر الموسم البرنامج اثر على الاغلبيه خاصه في عمر السنتين او اقتناء عمر السنتين. وحتى نزل عندنا احنا البرنامج كان في مقترحات على عمر السنتين نقصوا عدد كبير وبعد رجعوا مره ثانيه. اعتقد مثل ما قال اخوي ابو محمد ان شهر 10 اعتقد ان الكل من الاخوان يمكن راح يبحث عن عمر السنتين عشان يبتدي بعمر السنتين ويكمل في عمر الثلاث سنوات. واعتقد ان استراتيجيه ممتازه في عمر السنتين انك تجيب انه يدخل معاك الموسم هو عمره ثلاث ويكمل معاك موسم بشكل صحيح خاصه انه جايك نوعا ما جاهز يعني ما يحتاج انك انت عادك بترجع بتبتدي معاه من جديد لا بيكون عنده جهوز الحصان يعني شغل خفيف وممكن يدخل سباق نعم. مثل ما صار في العام الماضي في خيل جات وقدرت تشارك وادت صراحه صحيح وهذه استراتيجيه مدربين يعني الملاك صراحه يمكن ما عندهم الخبره الكافيه بالاقتناء او بالاستراتيجيه دي قد ما ان المدرب هو دائما يرسم استراتيجيه بعض الملاك كيف ممكن تكون بشكل صحيح نعم. أعزائي المشاهدين خلونا نشوف معاكم قائمة بأفضل الملاك والمدربين والخيالة للموسم الماضي طبعا هذه الإحصائية من نادي السباق والفروسية
نعم مشاهدينا الاعزاء، شفنا معاكم هذه الاحصائيه لافضل مالك وافضل مدرب وافضل جواد وافضل فارس. بدايه معاك اخوي حمد الجهني، شفنا المتصدر لقائمه الملاك هو خليفه بن شعيل الكواري. اي صحيح، نعم اعتقد يعني بعد انتصار الفرس اللي هي ليدي برنسس او مشاركات يعني بشكل عام لاخوي خليفه بن شعيل ما بغريبه عليه صراحه. اعتقد الموسم الماضي كان هو المالك المتصدر، السنه هو المالك المتصدر. دائما ما نشوف الله يسلمك الاشواط هذه يعني الرئيسيه هي اللي تقدم الاضافه الكبيره بالنسبه لجميع الملاك. ما بشيء يعني صراحة غريب، خاصة ان شفنا خليفة بن شعيل قدر يحصل على كأس العالم. نعم. زين حمد، شلون شفت وش شعورك انك تشوف الان اسم حمد الجهني ما شاء الله تبارك الله في ضمن الخمسة الأوائل؟ والله شعور ممتاز صراحة، لكن اعتقد انه يسبب لي يعني نوع من الطموح الأكبر اني انا ابذل المزيد من ابد بنقبضهم لك هذول الاثنين بنقبضهم لك. لا لا بالعكس، هذه منافسه مشروع حق مشروع، لان الامانه اذا ما قدرت انافسهم في افضل حالاتهم انا ما نافستهم. صحيح. بالعكس انا بالعكس اتعلم منهم، هذا مراجع للفروسيه القطريه، فاعتقد اني انا محتاج اني انا ما ابغيهم يكبرون زياده اذا افرضهم هالوقت. عندك فرصة السنة هذه إن شاء الله عندك فرصة. أبو سعيد، يعني أيضا أنت من التوب فايف في قائمة المدربين، وشفنا ألبان ديميول هو المتصدر هذا الموسم. أول شيء مبارك حق كل المتفوقين صراحة في الموسم اللي طاف، إن كان من ملاك إن كان من خيال إن كان من مدربين، الله يوفق الخير اللي تفوقت. ألبان ديميول طبعا من اكبر المدربين في قطر ومن سنوات كثيره صراحه، ويمتلك خامات جيده من الخيل وعنده دعم صراحه من كذا جهه. دائما احنا نتكلم يعني احنا المدرب بدون خيل ترى ما يسوى شيء، ما يقدر يؤدي الاداء اللي المطلوب منه. فما اذا كانت عندك الادوات تقدر تصنعها، لكن اذا ما كانت عندك الادوات ما تقدر تصنعها. انا ما احنا يمكن نكون محظوظين، انا عندنا مثلا خيل زينه، عندنا ملاك يشترون، وعندنا كذا مثل شكلي انا شكل جاسم، لكن مو كل المدربين في نفس وضعنا احنا الامكانيات هذه. طبعا حمد كم موسم ممتاز للسنه اللي طافت صراحه مع اخوي عويضه، امتلكوا شوية نوعية أو خامات زينة من الخيل على هالأساس أنها طلعوا وعدد أكثر من الأول. فالألبان ديميول، خلينا نرجع حق سؤالك، ألبان ديميول من المدربين الكبار صراحة المشهود في السنوات اللي طافت كلها، مدرب قدير وقديم عندنا في الدوحة وعارف نظامنا ويشارك في الدوحة ويشارك في فرنسا، يعني احنا ما نقدر نتكلم عليه يعني مدرب كبير يستاهل. بناصر، شفنا صراع خيال الموسم الماضي، ولكن في النهاية المتصدر كان رونان توماس. رونان توماس، احنا نتكلم عن الموجودين رونان توماس وسفيان سعدي ينتمون نقول للمنظومة المدرب ألبان ديميول اللي هو متصدر المدربين، وهم كانوا يقتنون صراحة عندهم أفضل الخيل، سواء كان هو يعني مثل ألبان ديميول كان يدرب للشقب ريسنج، وكان يدرب لمزرعة مقرن، وكان يدرب الملاك صراحة، ونوعية خيل ممتازة كانت عند ألبان ديميول، وهذول الخيالة كانوا يعملون مع ألبان ديميول، وأيضا كانوا يعملون مع بعض المدربين، ولكن الأساس كان مع ألبان ديميول، وهذا اللي نوعية الخيل اللي كانت عندهم صراحة ساعدتهم أنهم يتميزون أو يتميز رونان توماس. ورونان توماس خيال كبير صراحة، خيال عنده إمكانيات كبيرة، لو شفناه في المركز الأول مش شيء غريب يعني، ولكن إن شاء الله أنا أطمح أني أشوف إن شاء الله بإذن الله فالح بغنيم يتعلق ويعطي تصدر الخيال إن شاء الله. الله يوفقه الموسم هذا والموسم اللي بعد. الله يوفقه. أبو محمد، أفضل جواد في دولة قطر أيضا هي المهرة ليدي برنسس، شوط واحد اللي هو سيف سيدي سمو الأمير، كثرت الأقاويل ما تقدر تعمل 2400 متر، جات وتبارك الله فازت، شو تقول؟ شوف أخوي أبو تميم، ليدي أظن يعني من سنة اللي راحت واضح ان الفرس هذه فرس خارقه، مش فرس عاديه،
وفرس يقدر يسوي كل شيء. يمكن العام من بعد مهرجان الارك يوم خسرها الجثاني اتضح ان الامور كلها رايحه لصالح ليدي. يعني يمكن ذيك السنه احنا نقول كانت شبه فايزه في الارك، في لحظه طلع الجوال خطا تقني نقدر نقول عنه. لا لا مش خطا، مش خطا، لا ولا خطا ولا اي حاجه. ذاك اليوم كان يوم الشيخ محمد هوغارد. انا دائما اقول سباق اذا فاز خلاص، ما في اعذار، ما في اي شيء، واحد يقول لي خطا ولو تاخر الحصان. لا لا لا، ذاك اليوم هوغار يومه، وهو كان مستحق انه يفوز. فاز، ما يعني الحصان ما يفوز حصان عادي. صحيح. اذا ما في امكانيه مش بطل ما يفوز في الارك ذاك اليوم. يمكن ما كان نصيب ليدي، بس عقب السباق هذا يوم جينا حق مهرجان سيد سمو الامير الكل كان جازم ان ليدي هي المرشح الاول في السيف، واول مره السيف يمكن يطلع من المزارع الكبيره. صحيح. هذه اظن واقع كان عايشينه كل العام ونشوف احنا. حتى حطت المدربين الكبار المزارع تحت ضغط صراحه، كل المدربين وكل الملاك الكبار من حقهم يعني هذا افضل سباق افضل سيف كل يعني يهدف له، وهذا حق مشروع. يوم صارت الفرصه حق ليدي عملها ضغوطات كبيره على الكل صراحه، على كل المنافسين. دائما انا اذا عندي حصان مرشح قوي ولقيت شيء منافس لي يعمل عليه ضغط كبير. هذا هذا واقع عايشينه كلنا. فليدي من العام بانت من الفرص هذه لا تقدر المسافه، وفرضت نفسها وادت المسافه، فازت في السيف. فشوف الفرس في هالعمر وفرس تستمر بهالمستوى، اظن الكل نعرف ان المدربين هذه استثناء ترى. نعم. مش سهل ان حصان ممكن يعني يستمر. نعم. وبعد في تقلبات، بس لكن فرس يعني اظن انا من الخوارج، الاخ شعيل الكواري وولدنا خليفه يعني هذه رزق ومحظوظين. نعم. بهالفرس هذا. اجتهاد اخونا شعيل صراحه سنوات اللي راحت جاب خيل وجاب خيل، والرجال يعني اظن كل يعرف جاب افضل خيل. نعم. واجتهد في بما يقدر عليه وصله صراحه، يستاهلون. اذا اعزائي المشاهدين كانت هذه افضل نتائج الموسم الماضي. الله يوفق جميع المشاركين والمدربين والخياله في هذا الموسم اللي راح يبدا ان شاء الله غدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم. نعم مشاهدينا الاعزاء، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. الموسم ان شاء الله راح يبدا باذن الله غدا مع احد مع السباق او الحفل الاول اللي راح يقام بنادي السباق والفروسيه. لو نستطلع الاجنده او البرنامج لهذا الموسم راح نلاقيه حافل جدا بسباقات كثيره وانشطه خاصه بالفروسيه متنوعه. خلونا نشوفها في هذا الملف. نعم مشاهدينا الأعزاء، شفنا معاكم التقويم السنوي لفعاليات الفروسية لهذا الموسم. مثل ما شفنا معاكم موسم حافل مليء بالمسابقات والمزادات. بداية معاك أبو ناصر، يعني لو تكلمنا عن
موسم سباقات نادي القدرة والتحمل القطري، أنا شايفهم في هذا الموسم يعني بادين بداية حلوة بأنشطة متنوعة. صحيح، يمكن نقول الفترة الماضية يمكن قوة التحمل ما كان لها يعني نقول خصخصة ميزانية ممكن تعيد قوة التحمل إلى المنافسة ما بين المتسابقين، ولكن الشيخ محمد بن نواف اللي ترأس اليوم اللي هو نادي السباق القدرة والتحمل، أعتقد أنه قدر يخلق الأجواء التنافسية، الجوائز العينية، وفر الدعم بشكل خلنا نقول جيد يليق أن الناس ترجع مرة ثانية لقوة التحمل وتقدر تنافس فيها، لأن صراحة هي رياضة نقول مقبولة في المجتمع القطري، لها جمهورها، لها محبينها، لها عشاقها. ولو نلاحظ البرنامج السنة يمكن مليء صراحة بالإضاءات اللي تخليك أنت كمحب أنك تعود للرياضة هذه وتقدم ما كنت تقدمه في السابق، خاصة أن الجوائز ارتفعت، أيضا في جوائز دي نحن يمكن ما أعلنوا عنها، قوة التحمل راح يعلنون عنها أيضا يمكن في السباقات القادمة، خاصة في سباق المؤسس أو سباق سيدي سمو الأمير. أيضا رجعت السباقات البراعم الصغار بدأوا يعطونهم اهتمام، لأن هذا جيل قادم لابد أن يمارس رياضة الفروسية. رياضة قوة التحمل هي من يعني من المجتمع القطري حقيقة، المجتمع القطري يحب الرياضة هذه، ودليلنا شريحة كبيرة من الملاك القطريين قاعد يمارسونها. نتمنى التوفيق صراحة لأخونا الشيخ محمد بن نواف الثاني بقيادته لهذه السباقات المتعبة حقيقة، سواء كانت للمنظم أو للعاملين فيها أو حتى المتسابقين، ولكن في نقزة أو قفزة نعم. كبيرة أيضا في سباقات البراعم مناصر. نعم، في سباقات أنا شفت في البرنامج عندهم أنه حاطين له البراعم، وهذا شيء جيد صراحة. نعم. وشيء مطلوب، وإحنا نحث عيالنا على ركوب الخيل، ولما أنت تلقى نفسك في 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 ركوب منظم أو ركوب يعني منسق تحت مظلة، وتحت مظلة وفي دعم لها وفي جائزة، أعتقد حتى تحفز أبنائك على الرياضة هذه. نعم، الله يوفقهم إن شاء الله. أبو ناصر أو أبو أحمد، لا ملاحظ أن أنا مسابقات أو مسابقات لونجين ينظمها للاتحاد القطري الفروسية متواجدة وفي هذا الموسم ده، وتكلمنا عنها. طبعا في الموسم الماضي يعني شفنا صراحة يعني المتابعة الكبيرة اللي صراحة صارت يعني من جميع محبين الخيل، ومتابعتهم لبطولة هذاب أو موسم هذاب اللي يكون بداية الموسم لنهاية الموسم، استغربنا بعض الشيء صراحة من خلنا نقول تراكم البطولات في بداية الموسم. السنة أنا أشوفها بادية من سبتمبر من شهر 9 يعني شفنا الخيل أو البطولات وراء بعض، وعقبها في شهر نوفمبر أشوف في قاب يعني في فترة توقف كبيرة، بس في أعتقد زيادة جولتين ولا؟ صحيح، ممكن أنا صراحة العدد أنا ما أعرف صار الأمانة، لكن حتى زيادة جوائز بعد. بس أنت يعني أنا النقطة اللي أنا بوصلها لطول في عماركم أنه خاصة خيل القبس يعني أو أي جواد تحت الرياضة، يعني ترى بالضغط هذا أو ممارسته إصابات تزيد على الإصابات. نعم، خاصة أن البطولات يعني أنا أتكلم لك عن التراكم مو في نص موسم، يعني في بداية موسم، فأعتقد ممكن أن يكون عندهم أسبابهم، لكن أنا في وجهة نظري أن تراكم البطولات في البداية أعتقد أنها مش في صالح، ما كان في وجهة نظر المتابع أو الشخص الرياضي أعتقد مو من صالح الجميع. لكن للأمانة لازم نشكرهم صراحة، الموسم شفنا فيه منافسة من البداية للنهاية، شفنا فيه تجميع نقاط، شفنا تتويج للشباب المتصدرين في نهاية الموسم، شفنا تواجدهم صراحة في أمام المنصة الرئيسية، تتويجهم بسيف الأمير فيه يعني زخم صار لهم، فيه صار توجه للرياضة، خاصة أن جميع الفرسان وجميع الموجودين في الاتحاد القطري الفروسية والشقب أغلبهم اللي هم هالبلاد. نعم. يعني ما في خيال محترف يجيبه على أساس حصان أو شيء، لا، هذا هاوي يعتبر قاعدة الاتحاد
او الرياضه هذه قاعده تتبناها على اساس يتطور. الله يوفقهم. نشوف الحين في معسكر موجود كان اعتقد في اوروبا في مجموعه من الفرسان يحضرونهم للاسياد، اعتقد ان فئه سنيه صغيره لاول مره تروح. اتمنى لهم التوفيق. اعتقد ان هذه اول حصاد يمكن لبطوله هذاب. شفنا بعض الفرسان اللي شفناهم في بطوله لونجين او الجلوبال تور موجودين، شفناهم مشاركين مع الفرسان الكبار. افضل 50 فارس مختار من 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 اعتقد منظمه الجلوبال تور. نشوف فرسان قطريين موجودين يقدرون يوصلون هالمستوى. هذا اعتقد ثمره الاهتمام اللي وصلوه. نعم. اللي وصلوه لهم الشباب. اتمنى لهم التوفيق. نتحمد للسلامة على شو اسمه اخونا ناصر الغزالي، وان شاء الله انه يرجع اقوى وكبوة جواد ان شاء الله هو فارس ومعروف. نعم. يسلمك ابو محمد. انا عندي سؤال، يعني بالنسبه للمزادات المنظمه في النادي، مزادات النادي الخل بشكل عام العربيه، ولا انا ملاحظ ان في مزادات موضوعه في الاجنده، ولكن ليش احنا سوقنا لحد الحين مش بالسوق المثالي؟ بكل صراحه اخوي مهند، اظن السباقات ودعم السباقات والجوائز اللي نحط في السباقات هي تنعكس على قيمه الخيل، على مشتريات الخيل. هذه صراحه يعني مربوطين في بعض. دائما احنا نقول له كل ما ارتفعت مستوى السباقات والجوائز كل ما الناس توجهت لمشتريات الخيل وزادت اسعار الخيل. كل ما قلت الجوائز كل ما قلت السباقات كل ما التوجه صار اقل، وهذا واقع احنا عايشينه ومن سنوات احنا قاعدين يعني نعاني من الشيء دي صراحه. الحمد لله رب العالمين، اظن الدولة مش مقصرة في الدعم الرياضة في قطر، ومن أولويات الدولة يعني غير الأشياء الرئيسية طبعا التعليم والصحة والأمور هذه، الرياضة في قطر يعني اهتمام كبير. فنتمنى احنا يعني المسؤولين على رياضة الفروسية شوي يعني يزيدون الدعم على الرياضة صراحة، لأن الرياضة هذه مكلفة جدا. صحيح. أظن الكل أخوي مهند تعرف يصرف وقاعد يخسر، الملاك كلهم يخسرون خسائر كبيره صراحه، وقت الواحد يتوفق وقت ما يتوفق، مشتريات كبيره. يمكن شفنا السباقات الاوروبيه اللي صارت العالميه كلهم ملاك طريين، هذول الناس يعني حاطين مبالغ كبيره يصرفون عشان يشرفون سمعه الفروسيه القطريه. فنتمنى من المسؤولين شويه نظره يعني للرياضه هذه، وترفع مستوى اللي هو الجدول والسباقات ومستوى الجوائز. مطلب كبير صراحه من الكل، يعني يمكن انا اليوم اتكلم والاخر الموسم العام كلنا نتكلم في الموضوع دي. نتمنى انه يعني يكون الموضوع ياخذونه موضوع جد، ان تكون الرياضه هذه لازم شوي يعني اسوه برياضه الهجن صراحه. صحيح. برياضه كره القدم، برياضه كثير عندنا في الدوله ما في قصور الحمد لله رب العالمين، وكلها تبارك الله يعني دعم كبير. رياضة الفروسية يبغي لها شوية يعني صراحة دعم. راح أشوف مزادات قوية، راح أشوف قيمة الخيل ترتفع على مستوى العالم حاليا. الخيل كل مكان تو بسعيد أخوي يقول لي الكلمة دي، تروح المزاد برا ما تقدر تشتري حصان بسهولة. صحيح. أي دول خليج حولنا خيل قاعد تنباع بأسعار خيالية. كله سبب رفع الجوائز. عندنا أظن لازم النظر هاي ترفع الجوائز، ترفع مستوى المزادات. صحيح. في نفس الوقت عندي مقترح يعني ملاحظة حق إدارة النادي صراحة، موضوع المزادات. يعني احنا من سنوات نطالب بزياده المزادات في النادي، هذا مهم كثير. انت كمدرب او انت كمالك تبي تغير في الموسم، تبي تطلع خيل، دخل خيل، الناس قاعد تشتري خيل جديده، تصعب الامور في في, في في يعني التحريك هذا. اذا صارت مزادات كذا مزاد في الموسم، المزاد اللي بيجي شهر 29 وقته مناسب، احنا نشوفه بالذات يعني بدايه الموسم، اتمنى عقب شهر نص مزاد، عقبه قبل مهرجان الامير مزاد، ونهاية الموسم قبل يخلص الموسم مزاد. هذه لازم يحطونها في الأجندة وتكون تواريخ ثابتة، لابد أن إدارة النادي يعني تهتم في الموضوع دي. ما موضوع ياخذ أي متى ما صنفت أنا بس أو مزاد، لا، الموضوع لازم يكون في تواريخ معينة تكون لصالح المزاد ولصالح الخيل. صح. ما يصير أنا أسوي المزاد عقب ما يخلص الموسم كامل الناس ميتة، يعني الموسم خلص الناس كلها سافرات، محل صيف ما في بيشتري. فهذه تذبح التواريخ المزادات اللي مهمه كلش. من شوي احنا نتكلم مزاد اللي هو في نيو ماركت 7 8
شو مازال شهر 10 اسعار خير تقل مع ان عدد كبير بس اكل ليش نهايه موسم عندهم وحتى يعني وجود الخيل تجيب هني نهايه موسم بس تعال تشوف شهر 7 تاريخ المزاد الحصان اللي يسوى 40 يطير ب 70 80 فاحنا نتمنى من اداره النادي ان موضوع المزادات هذه تعيد النظر فيه وثانيا حتى موضوع نوعيه المزادات يعني مثل العام صار مزاد حق بوسنتين مزاد حق الافرس بالطح انا وجهه نظري الشخصيه بدري على الكلام بصراحه يعني احنا نشوف مزادات عالميه برا احنا ما نقدر نكون مثلهم في 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 الوضع اللي احنا فيه في مستوى الدعم الكبير اللي قاعد يجي لا لازم يكون موضوع صح خلى مزاد شامل مزاد خيل السباق وخيل الانتاج وخيل اللي هو الفلاور الصغار كله مع بعض بس ننسقهم عن بدايه المزاد شيء ونص المزاد شيء واخر المزاد شيء او يوم ويوم اما مثلا تعملي مزاد فقط لسنتين او مزاد فقط بالطح هذا المزاد غير يعني مجدي صراحه دي. نعم اتمنى ان شاء الله ان الرساله هذه توصل ابو محمد او ابو سعيد الموسم الماضي كان عندنا 55 حفل سباق وهذا امر صراحه جدا ممتاز السنه شو الجديد؟ انا اعتقد انه صار ثلاث سباقات اكثر من 55 السنه حاجه و60 اظن مع العقده مع العقده مع العقده زادت الجواز تقريبا بنسبه 10% اظن من قيمه الجواز الاجماليه وهذا شيء جيد صراحه وتوزعت الاشواط بصوره حق الخير اللي مستواها شويه تحت اعطوها مجال طبعا التنسيق تنسيق كامل ما راح يخدم او يرضي الجميع لكن انا اعتقد ان الزياده هذه زياده شويه والنظر في حق الخيل المستواها شويه واطي اعطوها نصيبها زياده عدد الاشواط هذا شيء جيد حطوا حفل سمو الامير اول يوم سباق رملي يمكن بالنسبه لي انا ما توفقوا في المسافات صراحه على اساس ان المسافات قسمت نصين لازم يعددون مسافات في السباقات الرمليه ويعددون الفئات في السباقات الرمليه عشان احنا شكل ما تعرف الخيل في بعضها ابطال في الرمل لكن في الحشيش خيل عاديه ما تأدي جيد والعكس صحيح الله يوفقهم ان شاء الله احنا نتمنى شكل ما قال اخوي محمد ينظرون في يعني رفع الجوائز رفع التنسيق او التشاور مع الجهات المعنيه ضروري جدا صراحه نعم. ايضا ابو ناصر يعني اهل الجمال لهم نصيب في هذا الموسم يعني تم تخصيص لهم الكثير من المنافسات البطولات في هذا الموسم سواء في كتاره في نادي السباق الفروسيه في مهرجان سوق واقف هذه كلها امور تثري هذه الهواية اللي صراحة لها يعني تبارك الله في ملاك كثر وفي مرابط كبيرة انتشرت في الآونة الأخيرة صراحة يمكن أنا أقول لك مهرجان كتارة رفع صراحة قيمة من الخيل الجمال مربين القطريين يعني البطولة هذه لما دخلت على الأجندة الموجودة للخيل العربية الخيل الجمال لولا هذه البطولة أعتقد راح نشوف احنا صراحة يمكن أغلبية ملاك الخيل الجمال يمكن نفقدهم حقيقة ولكن نقول مهرجان كتارة والجوائز اللي انحطت في هذا المهرجان عملت أقول لك نهضة إعادة الترتيب الأوراق عند بعض الملاك محبين الجمال جوائز ضخمة بطولة صارت دولية وعالمية الكل يتمنى حضور والمشاركة فيها أيضا بطولة سوق واقف أيضا كانت أيضا من 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 البطولات اللي أحيت بطولات الجمال نتمنى صراحة أن مثل ما في اهتمام لكل الفئات من الخيل أعتقد أن قطر تسيدت سنوات كثيرة في الجمال يا أبو تميم نعم. ولولا الدعم الموجود صراحة ما استمرت ولا طلعت هذه نوعية الخيل إلا بالدعم ولو ما تلقى الدعم ما أعتقد أنها راح تستمر بالصورة اللي احنا نتمناها كقطريين وخاصة أن احنا خذينا السيادة صراحة في بطولات الدولية والبطولات العالمية ان الشقب صراحه مثلنا الجسميه مثلنا مرابط كبيره راحت وقدرت تفوز ببطولات كبيره فخر بالنسبه لنا كقطريين نتمنى ان الدعم يكون موجود اخواننا اللي يحبون الجمال. نعم. في نفس الوقت يعني صراحه ما قطع كلامكم نشكر الشخص اللي وراء رياضه صراحه الجمال
بالذات بطولة قطر اللي دعم البطولة هذه خلاها بطولة عالمية من سنتين أفضل البطولة على مستوى العالم. الشخص اللي وردي أظن الكل يعرفه بيض على وجهه سمو الشيخ جاسم بن حمد. الشيخ جاسم بن حمد صراحة فقط يعني نظرته للبطولة هذه والعام والسنة هذه اللي راحت يوم طلب أن تصير بطولة عالمية يعني جابها على من آخرها صراحة سوى بطولة عالمية كبيرة. فإحنا نقول له بيض على وجهك أبو فهد. أنا أعتقد أن السنة هذه بتكون بطولة العالم أظن شوف أظن يعني البطولة هذه صارت عالمية وبتصير إن شاء الله في قطر. أظن وقعوا عقد السنة اللي راحت صحيح في فرنسا أظن هي عادة تكون في باريس راح تقام في قطر. فهذا القصد أنه شفت الدعم إذا راح حق شيء وإذا الكبار يعني انظروا لنظرة يبون يوصلونه خلال سنة سنتين بيض على وجهه صراحة أبو فهد الشيخ جاسم بن حمد اللي خلى البطولة هاي عالمية كبيرة وأظن ما يحط يده في مكان العالمي. نعم تقريبا بس على كلام بسعيد الله يطول في عمرك بخصوص الجوائز. الجوائز الله يسلمك بخصوص النسبة اللي تصحيح اللي كلام بسعيد اللي نتعلم منه الجوائز ارتفعت بنسبة 1.4 مش 10% صح مش 10% هذا بس للمعلومية. أما بخصوص الله يطول في عمرك قسم السباق فعلا تم تزويد الموسم أو استبدال أحد أشواط مهرجان سمو الأمير من مضمار عشبي إلى مضمار رملي. أوكي يعني الأشواط يوم من الأيام الثلاثة نعم هو أيام. كان موجود أصلا نعم. ثلاثة أيام صحيح خلوه واحد يوم رملي بعد إصرار أو الإجماع طلب المدربين أنه يرجع هذا الشوط أو هذا اليوم. فكرة فكرة جيدة أنها ترجع لكن مثل ما قال بسعيد أن ما تم يعني التوظيف بالصح التوظيف بشكل صحيح خاصة أن جميع سباقات المنطقة في الوقت الحالي كلها سباقات رملية وأنت محتاج أن يكون عندك سباقات رملية رئيسية مش ميد لقياس مستوى لقياس مستوى خيلك أنك تقدر تمثل قطر في المحافظة طيب الخارجية. طيب ناصر معلش أبو أحمد أنا عندي سؤال هل إدارة نادي الفروسية أو قسم السباقات ما فتحوا الباب للنقاش والأخذ الآراء؟ بالعكس بالعكس الله يطول في عمرك. شوف إحنا ما نقول لك أنهم ما سمعوا هم سمعوا لإعادة فتح أو لإعادة اليوم الأول من مهرجان سمو الأمير. طيب كانت المسافات من ألف أول شغلة 1700 متر كله طيب 1700 متر من الشوط الأول للشوط السابع أعتقد وأظن هذا اختيار غير موفق. حلو عقبها الله يطول في عمرك رجعت الرزنامة 1200 1700 متر. طيب التشكيل اللي صار أعتقد ما توفقوا يعني في التشكيل اللي حطوه. رقم اثنين الله يطول في عمرك بخصوص عدد أو زيادة الأشواط الكل يطري عليها في الاجتماع المدربين الموسم الماضي. الموسم الماضي كان فيه 15 شوط هذا الشوط لتطعيم الموسم بالأشواط الناقصة طول الموسم صحيح. أو الزحمة نعم احنا الموسم اللي طاف ما في ولا شوط تقسم انقسم على قسمين مع العلم ان في احد الأشواط في مجموعة كبيرة من الأشواط وصلت 47 52 راس 54 راس يكون في الانتري انت تتكلم عن انتري بس 54 راس انت تتكلم ترى يعني عن شيء بسيط يعني في التصنيف يعني انا اكلمك عن 80 وقل ولا مبتدئه يمكن اللي خليك مبتدئ يقدر يدخل في كذا مجال لكن خلنا اقول لك حصان فايز ريته 71 او 72 انت تتكلم يعني المفروض انه عنده فرصه مثلا خلنا نقول لك 75 وقل يدخل ما يدخل من الزحمه لأن ما شاء الله تبارك الرحمن هذه الفئة خاصة يعني فيها ازدحام شديد فيها عدد خيل كبيرة جميع الملاك الجداد أو الملاك اللي عندهم راس ولا راسين يقدر يقتني النوعية هذه من الخيل ونقصوا حمد 17 شوط منها صحيح وإضافة على هذا الكلام طال عمرك في بداية الموسم أو بعد نهاية الموسم أو بعد ما نزل البرنامج اكتشفنا الآتي أن جميع يعني تم شط 17 شوط من الثيربريت اللي عليها ازدحام وعليها الكلام وبعد مناقشات طويلة رجعوا 4 أشواط من فئة عمر السنتين
اللي كان هو على يعني مثل ما قال بن ناصر اللي هو كان الموسم الماضي كان غني على مستثمرات وجابه يعني عدد كبير ترى، لكن السنة شلوه وبعدين رجعه، لكن بقت 11 شوط شلوه. بالعكس الله يبارك لهم، أو الله يبارك للمجموعة اللي تم استهدافها صحيح، لكن طال عمرك الـ الـ في الاستراتيجية أو في تقسيم الأشواط قسم السباق ما أعتقد توفق. يعني إحنا دولة منتجة للخيل العربية، الكل متفق على هذا الشيء صحيح، ففي دائما بتشوف الإحصائيات الخيل العربية أعلى بمراحل، لكن إحنا عندنا في الخيل الثيربريد لحد الآن مثل ما قالك أبو محمد إحنا رحنا المزادات شهر 7 وشهر 8 بس لحين موسم البرنامج ما طلع، فننتظر شهر 10 الحين هذه الخيل اللي بتجي مالها. أبو أحمد يعني كلامك على متمة، وراح أوعدك أننا راح نخصص حلقة كاملة للمناقشة في البرنامج والاستراتيجية المثلى لتطوير الخيل في قطر. ما في دولة يعني لا هو القصد والله بالعكس أخوي تميم، القصد مو بالانتقاد للأمانة، والله للمصلحة العامة للأمانة النادي قاعد يسمع، إدارة قسم السباقات قاعدة تسمع، في حالة وجود خطأ أو في حالة وجود قرار غير مناسب لجميع المدربين يتم قبوله بصدر رحب للأمانة يعني. لكن أعتقد محتاجين قسم السباقات أن يعيدون النظر، وخاصة النظر الحين إحنا خلنا نقول لك خلصنا البرنامج طلع، لكن قسم تقسيم الأشواط لازم يرجع. أخذ آراء المدربين وايد مهم، وايد وايد. شوف أخوي أبو تميم، شوف المدربين هم أكثر ناس يعني أظن اللي زين. انا اللي عارف ان بعثوا لكم ايميلات وقالوا لكم تعالوا جيبوا مقترحاتكم وجيبوا ارائكم، جيبوا جبنا ارائنا وحطينا ارائنا وحطوا ارائهم، بس لكن جزء بسيط من الاراء خذوها وجزء كبير ما تطبق. معناته ان مسوين شغله مقتنعين فيها وبنرضيك احنا، بس لكن بجزء 5% ان شاء الله. الله هل صار يسهل الامور ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، الاعصاب في اوجها، غدا إن شاء الله ينطلق أولى سباقات موسم نادي السباق والفروسية 7 أشواط، راح تبدأ أولى فعالياتها عند 5 مساء. خلونا نشوف معاكم تداخيل هذا الحفل. نعم مشاهدينا الأعزاء، شفنا معاكم تدخيل السباقات ليوم غد، عندنا 7 أشواط أبرزها هو الشوط 7 والمخصص للمهرات على كأس الغارية لمسافة السرعة، مسافة 1200 متر. بداية معاك أبو ناصر، يعني عندنا تبارك الله أول موسم خيل هذه افتقدناها يعني أو حشتنا إذا صح التعبير، 11 راس مشاركين. لو تكلمنا عن أهم الخيل المتواجدة أو صاحبة أعلى حظ، أعتقد اللي هي إنبتون هي صاحبة الانتصار في العام الماضي، في أولى ظهور لها في العام الماضي قدرت تفوز بهذا الشوط، ولكن اللي نقول إن في خيل تغيرت، في دخول صراحة خاصة من اللي هي كادوبول وأيضا من أخونا إبراهيم المالكي من كيلباي، ملك أخونا جاسم بن علي العطية، أيضا هي واحد من الخيل اللي عليها ترشيح كبير صراحة، يمكن الراسين هذولا ممكن يأثرون على أنبتهم في هذا. على طارق الباي، هذه أبوها صحيح؟ استاذ بنج إيه. مش كيبل باي؟ لا. كيبل باي. كيبل باي. كيبل باي. هي اسمها كيل باي. إيه زين، يعني مغلطين في اسم الفحل مغلطين. إيه بدقري أنا ما يمر عليها الشيء. أيضا عندنا اللي هي ممكن أنجلك كوين، أيضا عندها حظوظ، عندها سرعة، فرس جيدة، ولكن يمكن المرشح الأول يكون إنبتون بحكم صراحة المهرة هذه قدرت تفوز في العام الماضي، خبرتها ممتازة، ولكن بعدها ما نختلف، بس الفرس رملية صراحة، الفرس رملية سريعة عندها إمكانيات كبيرة. اللي اختلف عليها هو تغيير المدرب صراحة، من كانت عند أخونا جاسم الغزالي واليوم نشوفه يقودها المدرب جهاد الأحمد، كل التوفيق لأخونا جهاد.
لكن أنا أتوقع أن يعني لو نشوف الأعلى تصنيف موجود اللي هي فرس الوسمية وفرس جاسم بن علي. أنت مع من بترشح من في الشوط؟ صراحة أنا أروح مع إبراهيم مالكي صراحة. اللي هي, كيل باي؟ كيل باي نعم. الحين توك تقول إن بيتون؟ هي أنا أقول لك إن بيتون صاحبة اللقب العام الماضي قدرت تفوز. هي الأخطر في الشوط, تجربت على المسافة ذي الخلال ما تجربت, احنا شفناها عندهم إمكانيات ولكن ما تجربوا مع بعض, يعني خاصة على المسافة ذي أول موسم بتميم. مرات بعض الخيل مالت أول موسم من يجر عليها الموسم الضيع صراحة نقول صحيح. وهي صراحة العام ظهرت بشكل ممتاز, قدرت تفوز فوزة ممتازة. السنة لا في خيل دخلت ما عندها كواليتي عالي صراحة, ممكن هي اللي ممكن تقلب يعني يقلبون عليها الطاولة. نعم. ولكن نتكلم عن الخيل هذه أعتقد ثلاثة رؤوس هي الأبرز في الشوط. نعم. أبو محمد. أظن يعني أخوي وسالم اختصر الموضوع كل الشوط, أظن ما راح يطلع من إذا كانت إمبوتن في حالات أظن بتفوز الشوط. صعب. فرص رملية ومسافة كل شيء تخدمها وخيالها عارفها. بس الخطورة تجي من فرس إبراهيم مالجاس من علي العطية صراحة, فرس العام مميزة مميزة جدا, مميزة في الأشواط الرملية صراحة, ظهرت بصورة جدا مميزة طبعا عندها إمكانات كبيرة. كادو بول أول مرة تركض المسافة هذه وتركض الأرضية الرملية, إذا كانت تحب الأرضية الرملية في صندوق رقم واحد أظن هي أخطر واحدة. يمكن أنجل كوين إذا كانت في حالاتها تكون متنافس, بس لكن الشوط أظن ما راح يطلع من الثلاثة ذولا. نعم. بسعيد بدون تمويه. والله ما اقدر اضيف على الشباب يعني هم حللوا. طيب ما تبغى تضيف سؤال بالنسبه للمهره هذه, بادية معاها من زمان مجهزها ولا متاخر؟ والله انا بديت شهر 8 يعني الفرس ما شاء الله عليه عندها مستوى عالي صراحه, شكل ما شفناها وهي فرس ماخذه احسن فرس في الثلاث سنوات السنه اللي طافت. فرس رمليه, فرس سرعه يعني. الحين ثلاث عمرها؟ عمرها ثلاث الفرس. يعني إذا حصلت لها شوط بشكل ما تبي هي مرشحة قوية بتكون في الشوط. في الأوكس شلون حظوظها؟ لا ما تروح المسافة الفرس لا, فالفرس من 1000 إلى 1200 حدا يعني. حلو. فرس سريع. أبو أحمد أنا أتوقع أن أنبتن هي يعني صراحة يعني الأفضل, فرس عمر أربع سنوات, فرس أبو سعيد لحد الآن عمره ثلاث سنوات, كيدبول ما أعتقد أنها تسوي المسافة هذه واجد تقصير عليها. انجلك كوين بين انجلك كوين وامبتن والاقرب امبتن. نعم. اذا اعزائي المشاهدين كانت هذه الترشيحات الخاصه بكاس الغاريه للخيل المهجنه الاصيله لمسافه 1200 متر اللي راح يقام ان شاء الله يوم الاربعاء, ومن يوم الاربعاء الى يوم الخميس ايضا ينظم نادي السباق والفروسيه ثمانيه اشواط ابرزها هو الشوط الاخير الشوط الثامن والمخصص للخيل المهجنه الاصيله على كأس الهملة للإنتاج المحلي ومسافة 1600 متر. خلونا نشوف معاكم تداخيل هذا السباق. نعم مشاهدينا الأعزاء, شفنا معاكم تداخيل هذا الشوط الكبير ليجمع أحد يعني أو بعض من أهم الجياد الإنتاج المحلي, ونشوف معاكم أيضا شعار جديد يمثل إيكونوكس في هذا السباق, شعار فريق ودنان ريسينج. بداية معاك أبو ناصر, لو تكلمنا عن أبرز الخيل المتواجدة ومن اللي ممكن يعني يقلب الموازين بكرة صراحة. يمكن شوف يعني أبو تميم أنا صراحة مستغرب من الكمية الخيل الممتازة اللي حاضرة في أول الموسم, يعني أنت تتكلم إحنا نتكلم عن شوط الخيل هذه خيل رئيسية إيكونوكس بلاك بير من 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 أجمل الخيل صراحة اللي أبدعوا في الموسم الشموس ما قصرت الشموس أظهرت بصورة ممتازة ولكن تراجعت, ولكن عندها ولكن إحنا نتكلم خاصة عن إيكونوكس وبلاك بير, هذول الرأسين صراحة عندهم إمكانيات كبيرة ينقصهم لوسيل صراحة, لوسيل في آخر ظهور لا قدر يفوز غاب من هذا السباق, ولكن تتفاجئ إيكونوكس يكون حاضر, بلاك بير يكون حاضر, يعني من أقوى رأسين موجودين في قطر في الموسم الماضي يمكن هذول الرأسين.
اللي هو بلاك بير قدر يفوز بكاس المنتجين في حفل سيدي سمو الأمير، إيكونكس قدر يفوز بقطر الذهبي. شوف الخيل هذه وجودها في أول موسم وحضورها وتجهيزها يعني بالنسبة لي لو أنا مدرب كم أدخلهم صراحة، لو عندي أنا النوعية دي من الخيل أحاول يعني ما أضغطها في الصيف عشان أوصلها مستوى الجهوز إن تقدر تنافس اليوم على كاس صراحة. ولكن إحنا نقول الكاس مغرب وناصر، يعني تشوف كاس وأنت عندك سبوق ما تقدر الموسم ولع من أوله يعني صراحة ما توقع الموسم ولع من أوله، لكن أعتقد أن المنافسة قريبة ما بين بلاك بير وإيكونوكس. العضيد يمكن مستوى نوعا ما مش ثابت، مرة فوق مرة تحت، عنده إمكانيات هذا الحصان. الشموس عندها إمكانيات كبيرة أيضا، يمكن بلاك بير وإيكونوكس أعتقد هم الأبرز في العام الماضي. الموسم هذا ودخولهم الموسم هذا هل بيظهرون بالصورة اللي ظهروا فيها العام الماضي؟ أعتقد الشوط ما بين هذول الاثنين والله أعلم. نعم أبو محمد، أظن يعني الشوط من مثل ما قال الموسم بدايته حامي، الخيل الأشواط كلها مليانة، الخيل الرئيسية موجودة، ما في يعني ما في شوط مسموح حق خيل رئيسية موجودة. يمكن النقص الوحيد اللي موجود في الشوط هذا مربط جريان، يعني عندهم كم الراس ما ندري يخون، لا في عندنا بعد بثيلة صار حصان بوسعيد. بوسعيد بيقول لك انا مجهز، شمال بثيلة بوسعيد بيقول انا مجهز، تاكد لو جاهز داش لان بوسعيد خيله موجوده ويعني اكيد حصانه مش جاهز. فالنقص الواحد يعني يمكن حصان اخونا بوسعيد ومربط الجريان هم اللي عندهم هالنوعيه الخيل الطيبه مش موجوده. بس لكن مثل ما قال اخوي عويضه إيكونوكس افضل حصان الموسم موجود، بلاك بير موجود، العضيد موجود، الشموس موجوده، الشوط راح يكون قوي. وصراحة نرحب في فريق القوي اللي هو ودنان ريسنج دخوله السنة معنا، أظن راح يضيف للسباقات القطرية إضافة قوية، وإحنا يعني صراحة نقول لهم الله يوفقكم إن شاء الله. آمين إن شاء الله يوفق الجميع. وسعيد وين شمون؟ مريح شوي مو بجاهز على ما على قولة أبو محمد. ما متى ما بديت معاه من شهر 8 بعد ولا؟ لا لا نبلش معه، تعرف الحصان عنده شوية مشاكل إن شاء الله. الله يوفق على عجالة ترشيحك بسعيد. ترشيحي الإيكونوكس. إيكونوكس وأحمد ترشيحك مع بسعيد مع إيكونوكس. إذن أعزائي المشاهدين عندنا إجماع في على كأس الهملة أن إيكونوكس هو المرشح الأول لهذا السباق. نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين بإذن الله. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الميدان، لقائي معكم إن شاء الله راح يتجدد في الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى ذلك الحين لكم مني ومن أسرة البرنامج أطيب تحية وفي أمان الله.